تمر احتفالات الذكرى 51 لنصر 6 أكتوبر هذا العام في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة العربية، لكن يبقى هذا النصر شاهدا على عظمة وقوة مصر كدولة بجيشها وشعبها. إني أغني وأقول تعيش يا مصر يا مصر. بالعودة قبل ساعة الصفر وقبل العبور العظيم، كان العمل يجري على قدم وساق، من وضع خطط للحرب محكمة، من تجهيزات وترتيبات ووضع خطط لخداع الكيان الإسرائيلي خداعا استراتيجيا يهيئ له أن الأوضاع طبيعية. وقد تم وضع إعداد شامل لمسرح العمليات، تضمن إعداد الطرق، السكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية، وإعداد مناطق وخطوط دفع الاحتياطيات. فوجئ الكيان المحتل بهجوم مفاجئ من قبل قوات الجيش المصري على القوات الإسرائيلية في سيناء من جانب، والجيش السوري على القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان من جانب آخر. عبرت الطائرات المصرية خط جبهة قناة السويس في اتجاهها لضرب عدة أهداف إسرائيلية في سيناء المحتلة، لتفتح الطريق لعبور القوات المصرية خط بارليف ولتحقيق هذا النصر التاريخي المجيد. حققت الضربة الجوية التي نفذتها القوات المصرية ضد الأهداف الإسرائيلية دوراً ملحمياً مهد لنصر أكتوبر، حيث وفرت الضربة غطاءً جوياً للقوات البرية، وأفقدت الضربة الجوية المصرية المفاجئة إسرائيل توازنها، وشلت قدرتها على الرد السريع بعد تدمير جسور الإقلاع والهبوط. ونظراً لنجاحها في تنفيذ أكثر من 90% من المهام المكلفة بها، فقد تم إلغاء الضربة الجوية الثانية لعدم الحاجة إليها. كان الهجوم حاسما لدرجة أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير استغاثت بالولايات المتحدة الأمريكية التي أقامت بدورها جسرا جويا غير مسبوق في تاريخها لنقل أسلحة متطورة إلى إسرائيل. بينما كان القتال مستمرا لتجنب ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر بالكارثة، وفي يوم 23 أكتوبر أصدر مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار، ووافقت عليه أيضاً مصر وإسرائيل. وطلب الرئيس السادات من الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات لضمان وقف إطلاق النار، فقبل الاتحاد السوفيتي السابق، واعترضت الولايات المتحدة بشدة، لكن القتال توقف في يوم 24 أكتوبر. سنظل فخورين بهذا النصر العظيم، وسيبقى هذا اليوم عيدا لنا نفتخر فيه بقواتنا المسلحة المصرية. هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف.